السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. طبعا أنا معاكم النهاردة ضيفة حلقتنا ضيفة مميزة وهي عن شركة أوريفليم. خلوني بس قبل ما أبدأ موضوع حلقتي أصبح على زميلتي الجميلة أستاذة هند شاهين. صباح الخير يا هند. صباح النور أستاذة آية. أنا أول جاي حبيبتي الحمد لله. كلمينا على شركة أوريفليم يا هند. والله إحنا النهاردة معانا ضيفة جميلة جدا هتكلمنا عن شركة أوريفليم. طبعا شركة أوريفليم هي مش محتاجة أصلا إن احنا نتكلم عليها لأن صراحة كل حاجاتها ليها مصداقية وعن تجربة. طبعا كتير منا سمع عن الغش بتاع الميك اب وإن أنا بجيب براند كويس جدا بتاع الميك اب ولكن للأسف بيطلع في غش أو ما بيطلعش هو الأساس. فطبعا احنا عارفين المشاكل اللي بنواجهها بتاعت الميك اب. فنهاردة لما جيت بحثت في الموضوع ده ما لقيتش اصلا من احسن من شركة أوريفليم اننا نتكلم عن الميك اب وازاي ان احنا لما نشتري حاجة نعرف ان هي ديت اصل او تقليد. طبعا انا هسيب الموضوع دوت تتكلم عليه الضيفة بتاعتنا واستاذة اية. طبعا احنا يا هند في حاجة هنا كلنا بندور عليها اللي هي المال الجمال المتعة. فانا عاوزه اعرف من الاستاذه ساره. ازاي حضرتك يا استاذه ساره؟ اهلا بيكي. عاوزه اعرف ازاي اوفر المال والجمال والمتعه. بسيطه خالص الحاجه الثلاثه دول لو وفرناهم. بس قبل ما تقولي لنا ازاي نوفرهم عايزين نتعرف على حضرتك اكتر وشركه حضرتك اكتر. انا ساره مراد. اهلا وسهلا. 29 سنه. اهلا وسهلا. خريجه كليه حقوق وام لثلاث اطفال ما شاء الله ربنا يخليكي. ده انا تمام. بالنسبة للتايتل بتاعي في الشغل هو انا دايركتور في شركة أوريفليم وكمان يعني بحضر لقب جديد ان شاء الله قريب قوي هيبقى فيه خبر حلو ان شاء الله. يعني انا بقى جولد دايركتور ان شاء الله. كلمينا عن شركة أوريفليم شوية. بصي هي أوريفليم هي شركة تحقيق الاحلام. تمام. وهي بتحقق المعادلة الصعبة لأي ست وأي بنت نفسها في إن هي تشتغل حاجة من البيت من غير ما تنزل من غير مواصلات من غير إهانة من غير مدير. بص اللي هي شركة حرة بالظبط بيزنس بتاعك مش بتشتغلي عند حد اللي هو مش محدش بيتحكم فيكي محدش بيقول لك اعملي دي ما تعمليش. مفيش مدير ومفيش مثلا ما بيحدش هيطلب منك أداء معين في الشغل. جميل. فأنت بتعملي حاجة لنفسك حاجة بيزنس باسمي مش باسم الشركة بس. اي حد بيدخل معاكي هو بينضم لك انتي مش بينضم للشركة. ممتاز. هي أوريفليم تعالوا نديلكوا كده نبذة بسيطة عنها للناس اللي طبعا اول مرة تسمع الاسم لان في ناس كتير ثقافتها مش عالية قوي ده فعلا ده. يعني مش عارفين ايه شركة أوريفليم منتجاتها ايه بيسمعوا عنها إيه؟ فقط لغير بس ما عرفوش ايه هي بالظبط. واحنا شعب مؤمن جدا بالاشاعات يعني اي حد ممكن. مثلا هيقولك أوريفليم غاليه هو خلاص من غير ما يدور من غير ما يجرب من غير ما ياخد التجربه الشخصيه بتاعته لا بيبني على تجارب الناس وخلاص. هي شركه سويدي بقالها اكتر من 50 سنه على فكره موجوده في 68 دوله. هي منشاها السويد. تمام. هي بقالها في مصر يعني بتاع 22 سنه. جميل. تمام. طبعا هي ليها فروع في مصر الجديدة في المهندسين في اسكندرية محطة الرمل وليها طبعا مراكز خدمة في جميع المحافظات عشان بس الناس اللي بتسأل تقولك انا مثلا انا من المنيا انا من دمياط مش حد هيجيب لي اوردر ازاي هشتغل في شركة وانا بعيدة كده. تمام. فانا من دمياط يعني انا من دمياط بلد الحلويات والحاجات الحلوة طبعا واضح. بس فهي شركة حلوة موجودة في 68 دولة فاتحة بيوت ناس كتير جدا. فهي شركة انت بتشتغل في شركة انترناشنال يعني تبقى حاطة رجل على رجل كده وتقولي انا بشتغل في شركة انترناشنال عشان بنسمع مثلا يقولك ده الشغل الشبكات او التسويق الشبكي لا ده نصب ده مش عارف ايه. انا معاكو ان في طبعا شركات ظهرت مؤخرا بتجبرك عشان تسجلي عضويه فيها انت لازم تشتري بحد معين. فالناس بتعمم على ده على أوريفليم. لا أوريفليم خالص انت بتشتركي فيها مش مطالب منك انت تدفعي فلوس لا ده انت هتستثمري فيها. طيب طبعا اول ما بيجي في بالك انفست ان أوريفليم يعني ازاي تستثمر في أوريفليم هيجي في بالك انت تستثمري فلوس. لا انت بتستثمري ثلاث حاجات. تمام. هم ايه بقى؟ وقتك شويه مجهود على حب الطموح منك. لا والمهم ان انا المال والجمال والمتعه. طب انا ازاي احصل عليهم اساسا؟ انسق الدنيا بقى في الثلاث حاجات دول. احنا لما بنحصل على حاجه واحده بيبقى خلاص لكن الثلاث حاجات دول الثلاث حاجات دي حاجه ممتازه جدا. هفسرها لك. مبدئيا المال هي أوريفليم طبعا بتدي مكافئات بتدي بونص او عموله زي ما بنقول احنا مش بنشتغل بنظام العموله المرتبات الثابته. المرتبات الثابته ده افشل ما يكون اللي هو ممكن واحد بيشتغل يساوي مع واحد ما بيشتغلش
ممكن اقعد سنين كتير على مرتبي ما يزيد، وممكن تبقى الزياده حاجه بسيطه الزياده السنويه، لكن في تمام. اوريفليم انت زي الدول الاوروبيه بيقبضوا بنظام العموله، والله انا اشتغلت وقت زياده فباخد فلوس ازيد، لو انا بشتغل وبجتهد طبعا هاخد اكتر من زميلي اللي هو معايا. أكيد طبعا. فهي دي الفكره، انت ممكن كل شهر مش كل سنه مرتبك بيزيد. يعني انا مثلا قعدت اتدرج، انا اول شهر كانت عمولتي بسيطه، كانت حدود ال 200 جنيه، تاني شهر كانت 600 جنيه، تالت شهر كانت 1500، في ظرف 6 شهور بس وصلت ل 6600. ما غير شاء الله. كمان اللقب اللي انا خدته، خدت عليه الشيك ب 1000 دولار، تمام، وكسبت كمان رحله لبيروت من اول تيكت الطياره لحد ما دي بقى تروحي مميزات بيتك. اورفلام. يعني بصي، مفيش هو شركات الموضوع بتعملها. محتاج اجتهاد، هو بيزنس، شغل زي اي شغل، انا هستثمر في البيزنس ده طبعا هيديني، تمام، لكن لو اكيد انا بس دخلت اشترك وحتى رجل على رجله والمفروض ان انا اقبض، لا لازم تشتغلي في مقابل لده، اكيد. تمام، علشان في ناس كتير مفكره ان هي من اول ما عايزه تدخل يبقى هي المفروض تقبض، لا ده بيزنس مش مجرد وظيفه. لا، اثبتي مجهود واعملي مجهود عشان بقى تقدري. انت بتبني طبعا احنا معانا، البيزنس ده. معلش اقطع حضرتك، معانا اتصال. استاذه اميره، الو 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 الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه ورحمه الله وبركاته. وبركاته. ازيك يا استاذه اميره؟ الحمد لله اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. مع حضرتك استاذه ساره. يا استاذه اميره منوره. يا ساره بنورك يا اميره حبيبتي، منوره يا حبيب قلبي. ايه بقى؟ والله انا عايزه اشكر دكتور ساره بصراحه على المجهود الجبار اللي بتبذله معانا. ايه رايك في الشركه؟ الشركه بصراحه ممتازه ومنتجاتها كلها ممتازه. يعني انا بطلت اشتري اي حاجه من صيدليه او اي حاجه من يعني ماركت كبير، وعلى طول بستخدم بصراحه حاجات اوريفلام يعني ممتازه في مصداقيه ومعالجه. في الكلام يا استاذه؟ اكيد طبعا اكيد تمام، ده اهم حاجه طبعا أكيد. لازم اهم نقولها حاجه لان المصداقيه. المصداقيه طبعا اكيد اكيد. لا منتجاتها معالجه فعلا، يعني اي حد عنده مشكله في البشره في الشعر في الجسم بجد معالجه، حاجات تمام فعلا فعلا يعني كانت تمام مكونه من اعشاب، يعني ده كمان ضمان حاجات للناس. طبيعيه، حاجات لو طبيعيه ما فادتش مش هتضر. جميل. لا اللي هي كمان يعني لو ما فادتش فعلا البشره مش هتضرها، بس بجد انا ما جربتش حاجه في اوروفلاح الا ما جابت معايا نتيجه هايله. طيب الحمد لله، طبعا احنا ده اهم حاجه. نشكر حضرتك جدا. اشكرك يا استاذه. شكرا. استاذه ساره، طبعا حضرتك عماله تكلمينا على شركه اولوفريم والمميزات اللي فيها، طب انا عايزه اعرف من حضرتك مين اللي عرض عليك الفكره من الاساس؟ دي يعني حاجة. دي اهم حاجه، مين اللي دخلك ومين اللي شجعك في الموضوع هي ده؟ هي الفكره تضحك قوي. هو انا اصلا كان بيتعرض عليا موضوع اوريفليم كنت ما برفض تقوليش صدفه، بشده. يعني انا كل اللي اساله في الموضوع ده صدفه. ما هو انا عايزه اقول لك ان زي ما قلت لك اول حاجه ان احنا شعب ومن اشاعات، فاللي هو ما بندورش. فانا فعلا اول ما ظهرت شركه اوريفليم او اول ما بدات اسمع عنها كنت بسمع المنتجات بتاعتها غاليه، كنت بسمع ان نظام الشغل فيها صعب ومش اي حد يعرف يوصل للمرحله اللي انا وصلت فيها ده دي. تمام، فكنت برفض. فكان بيجي لي دايما رسائل عشوائيه على الفيسبوك واعلانات كتير اشتركي في اوريفليم ووصلوا مرتبات 6000 مش عارف ايه، مش عارفه ايه. اقول ايه ده، انا اشتغل في البيت واخد 6000، ايه الهكس ده، لا اكيد مش حقيقي يعني. فلما دخلت اوريفليم والله شفت على اليوتيوب ريفيو لمنتج حلو قوي بيعالج الحبوب، بشرتي دهنيه وحبوب، وجربت حاجات كتير جدا ودكاتره، قلت يلا اجرب اوريفليم. فسجلت عضو عشان اشتري منتجات شخصيه. فبعدين لقيت ان انا بشتري حاجاتي الشخصيه وباخد عليها هدايا، فبدات ان انا كمان اسوق لاصحابي، انا بجيب حاجتي الشخصيه كمان هاتوا حاجاتكم الشخصيه معايا، وبكده كمان ان انا هاخد هديه. تمام. على اي حاجه هديه. فبدات كمان اشوف هو انا طبعا عملت سيرش على فيسبوك كتبت اوريفليم فطلع لي جروب بتاع بنت جميله كده اسمها شيماء، لو بتشوفنا انت وحشتيني جدا يعني، وافضل اشكرها ان هي ساعدتني. اكيد. فقالت لي ايه رايك تيجي تشتغلي معانا في وسط الكلام، قلت لها بجد، قالت لي تعملي اللي انت بتعمليه ده و و و. وبدات كمان اشوف على الصفحه الرسميه بتاعه الشركه، اكيد في رسوم. طبعا اكيد في رسوم. المهم لما انا شفت الصفحه الرسميه بتاعه الشركه لقيت في تكريمات، ناس بتاخد شيكات بالدولارات،
ناس بتسافر باريس تركيا. انا عايز اسال بقى حضرتك في السؤال ده، انا بشوف كتير يعني جدا بتشوفي الصور وفيديوهات صور بس مش مصدقه هنا صراحه وجايين هنا حقيقي الكلام ده. ما هي شركه انترناشونال مش شركه مصريه، تمام؟ يعني كمان الشركه بتساعدك تاخدي الفيزا، بتديلك كمان جواب تروحي باستفاره تساعدك جدا انت تاخدي الفيزا بتاعه التاشيره للدوله اللي انت مسافره فيها، تمام؟ وبعدين دي بتبقى مؤتمرات، يعني بيبقى كنوع من انواع التكريم، بتتكرمي مثلا على لقب خدتيه بشيك وبيبقى فيه هدايا، بيبقى فيه بروجرام للرحله. طب الشيك بيوصل لكام؟ انا لو قلت لك هتتخضي، انا نفسي بتخض لما بشوف التكريمات، وبعدين بالدولارات يعني الافات، يعني ممكن تكون يعني في دايموند جولد دايركتور ما شاء الله ممكن الشيك يعدي 50,000 جنيه، متخيله؟ ما شاء الله. وكل ده وهي قاعده في البيت. على فكره من ضمن الموضوع سمعت ان في هدايا عربيات. فعلا معانا فعلا ده كده بيدوكوا حافز جدا ان انتوا تشتغلوا اكتر. هو طبعا وأكتر. بيبقى يعني بسمع ان في ناس بتقول الشركه بتعمل معاكوا كده علشان بس دعايه ليها. لا والله الشركه بتعمل ده لناس تستحق. يعني انا تعبت بقالي مثلا سنه 2 3 وشغاله على تارجت، انت المفروض انت بتدي ارباح للشركه. يعني انا ممكن اكون لوحدي بس كده بدخل الشركه مثلا يجي 90,000 جنيه في الشهر، انت متخيله؟ ممتاز. فطبعا لازم بيبقى ليا عموله على ده، وبيبقى ليا تكريم على ده، ولازم طبعا ده انا لازم اخد شيك اكتر من كده كمان. حاجه بسيطه الحياه بالنسبه لهم وردي. طبعا هي هو مجال البيع المباشر ده على فكره لو عملتي سيرش هتلاقيه حلو قوي، يعني زي الاتصالات والبترول. بس ما بتاثرش لا بثورات ولا او بقى، يعني في عز الكورونا كنا بنشتغل كويس جدا في عز الكورونا. جميل. تمام، لان المنتجات بتاعتنا مش مجرد حاجات ترفيهيه، لا فيها حاجات احتياجيه. الكحول، يعني كان في الكنوليا فيها كحول، الهاندي كريم اللي هو بقى طبعا ايدينا نشفت من الكلور ومن الكحول، ف كنا بنعاني من الموضوع ده. الصابون اللي هي المزيلات العرق، حاجات انت بتستخدميها يوميا فما تقدريش تستغني عنها. بس طبعا يا استاذه سارة اي شغل اونلاين فيه مشاكل كتير جدا. ايه بقى المشاكل بتواجهك؟ في اكيد، بصي هو بيبقى فيه مشاكل اللي هو من العملاء نفسه. انا ما توصلش لما بلاقي عميل فظيع. اكيد اصل بصي يعني كل ممكن تطلب حاجه ممكن تطلب حاجه وتقول لك معلش انا كنسلتها، تمام؟ بعد ما تحضري له الاوردر بالظبط. بس هو في الحاله دي انا مش بتضر في حاجه. ليه؟ لان انا مش فاتحه محل مثلا او البيزنس ده يعني بتاعي، لا ده المنتجات هي بتيجي من الشركه، الشركه هي اللي بتوصل لها المنتجات، المنتج بيخرج من مخزن الشركه للعميل. مصاريف الشحن دي عليكي برضو ولا على مين؟ عليها بتدفعها، بتدفع الاوردر او ما خدتش الاوردر بتدفع؟ لا ما خدتش الاوردر طبعا، الاوردر بيرجع الشركه، فالشركه هي طبعا اللي بتتحمل ده مصاريف الشحن. لكن انت كانت انت ما بتضريش، انا مش مضروره ان هي ترجع اوردر، فهمتي؟ هي الفكره ان هو طبعا بعد ما بيخرج من الشركه تمام بيرجع تاني، تمام؟ بس انا مش مضروره في حاجه، عشان ممكن تقول لك انا ممكن اشتغل، انا خايفه اشتغل اونلاين عشان ممكن اتدبس في حاجات. لا، انت الحاجات دي مش عندك عشان تتدبسي فيها، انت مجرد وسيط ما بين العميل وما بين الشركه. يعني مفيش تدبسه ولا حاجه. بس فاصل بسيط ونرجع تاني. تمام، استنوني بس فاصل بسيط ونرجع لكم مره تانية. ورجعنا لكم مره تانية ومع شركه اوريفليم ومنتجات شركه اوريفليم. استاذه ساره كنا بنسالك عن المشاكل قبل الفاصل، فعاوزين حضرتك تكلمينا عن المشاكل اكتر برضه اللي بتواجه حضرتك. لما حد بيشترك وعايز يشتغل في اوريفليم، فاول حاجه تقولي انا بسمع منتجات غاليه، تمام؟ والله انا خالتي صاحبتي اختي اشتركوا في اوريفليم وما عملوش اللي انت بتقولي عليه ده. ده فعلا اللي بيحصل، يعني في حاجات كتير بتحصل. يعني هو مش كل الناس مؤهله تشتغل في اوريفليم، يعني انا مثلا خريجه حقوق بس مش مؤهله ان انا اشتغل محاميه، بشتغل في مجال غير مجالي. يعني برضه في نقطه هنا يا استاذه ساره، مش كل اللي بياخد شهاده بيشتغل بيها. بالظبط، يعني لا كل واحد وتخصصه، فاهمه؟ يعني انا حابه الموضوع دوت اشتغل فيه. كل واحد ليه قدرات خاصه بيكتشفها مع الحاجه اللي بيعملها. يعني انا ما كنتش متخيله ان انا حد حلو كده في السيلز في التسويق خالص، انا بعيد يعني ما درستش. حبيت الموضوع يا ساره؟ حبيت الموضوع. اهم في الموضوع ان انت تحبي اصلا الشغل. يا هند معلش، يا هند استاذه. الو،
طب الصوت اتقطع، نرجع تاني. نرجع تاني. بقول لك انت حابه الموضوع علشان كده لقيتك اللي انت ممكن تبذلي مجهود فيه. لقيت نفسي فيه، لان زي ما بقول لك انت بتعملي حاجه لنفسك، مش شغاله لحد، بيزنس بتاعك. وبعدين بتعملي، يعني انا بعمل ده، انا عندي 3 اطفال. اما هو ده بقى المشكله، ان انا عايزه يعني اعرف كانت إيه مشكلتي الدنيا. ان انا مش عارفه اخرج، يعني اتعرض عليا فرص شغل كتيره كويسه، بس مشكله اودي اطفالي فين، او مثلا ان انا خايفه مثلا انا احطهم في حضانه. صغيرين وكلهم يعني انا الكبير بتاعي لسه تانيه ابتدائي. طيب. والصغيره 3 سنين. لا طبعا. يعني متخيله كميه التحديات اللي اي ام بتقابلها وكمان جنبها شغلانه. لا حلو جدا طبعا، شابو ليكي طبعا. اكيد. استاذه ساره معلش معنا اتصال. الو. وعليكم السلام استاذه مها، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي اسرار الحياه يا استاذه. شرفتيني يا استاذه مها. الله يخليكي. اهلا، الله يسلمك. معاكي استاذه ساره. اهلا، ازيك يا سو؟ منوره. نورك يا مهاميهو. ايه رايك في شركه اوريفلام؟ الو. ايوه استاذه. قلت التلفزيون بس عشان تسمعيني يا استاذه. موطياو. الو. تمام. ايه رايك في شركه اوريفلام؟ الو. هو الصوت عندك في مشكله اكيد. احنا سامعين بس هي مش سامعاني. تمام. شكرا. تمام. يا استاذه. شكرا يا استاذه. استاذه ساره، الناس كتير كلموني في الموضوع دوت، وكان ممكن يعني تحصل مشاكل عليه. ناس كتير بتشتري ميك اب من براندات عالميه جدا، ماشي، وبتبقى فرحانه بيه، انا اشتريت دوت واشتريت ده واشتريت ده، بس للاسف لما بيجي بيستعملوه ليه مش هو خالص، بيلاقوا حاجات بنفس مختلفة. جدا وبنفس العبوه بتاعه البراند، نفس الشكل ده. على فكرة. نفس الشكل ونفس كل حاجه. ايه المشكله اللي بتحصل؟ يعني الفكره يا هند ان هو بيكون ارخص وممكن يكون غالي بنفس السعر. صح يا استاذه ساره؟ وفي نفس الوقت بتلاقيه ضايع، ده تجاري. يعني انا مثلا انا بشتري براند وبراند معروف، فانا لو دخلت بس على السايت بتاعه هلاقي مثلا سعره 2000 جنيه، تمام، فلاقي مثلا حد عرضه في محل او حتى اونلاين ب 200 جنيه. طيب ما هو برضو صاحب العقل يميز طبعا. صور المنتجات حاليا بتترد على الشاشه. يعني مثلا دلوقتي لو بشتري فاونديشن والفاونديشن ده مثلا سعره 2000 جنيه، هل طبيعي ان انا اروح اجيبه ب 200 جنيه وهو يبقى اوريجينال؟ لا طبعا. طيب يبقى انا كده ممكن اشتري حاجه نظيفه، تمام، مثلا يعني في ماركات تانية وفي اوريفلام. طب انا اعرف ازاي ايه اللي انضف او ايه اللي افضل؟ هو في نفس العبوه بتاعتهم. مستحيل انت تقولي هجرب. تبصي على السعر، يعني هل سعره الاصلي 2000 جنيه هو معروض ب 200 جنيه معقول ده اصلي؟ فكره برضه يا هند ان انت تجربي حاجه، ده مستحيل ان انت تجربي حاجه. لا. بصي يعني حتى بتقابلنا المشكله دي في اوريفلام، تقول لي مثلا ساره هو الكريم عندكم ده ب 200 جنيه ده انا كنت جايباه ب 80 جنيه. طيب ما عادي معمول له اعاده تعبئه. انا طب بنفس البادج وبنفس كل حاجه؟ كل حاجه طبعا. طب ازاي دي؟ طبعا ده في ناس دي شغلتها. طب ممكن يقنعك اصلا ان ده عرض يا استاذه ايه، يقنعك ان ده عرض واحنا دي قبل نفاذ الكميه والكلام اللي هو ده. مشكلتها ان هي بتجري على الرخيص من غير ما تدور هل مثلا ده اوريجينال فعلا. طيب اللي يضمن لي ده ان انا اتعامل مع الشركه مباشر. دلوقتي اوريفليم اصلا ممنوع منعا باتا ان منتجاتها تتباع في المحلات، تمام، الصيدليات فقط ولا صيدليات ولا غيره. طب انت بتشتريها فقط لا غير برضه؟ انت بتشتريها من الاعضاء نفسهم. وعايزه كمان تضمني ان المنتج ده مش مركون عند العضوه دي، لان ممكن احنا منتجاتنا زي ما اميره قالت من شويه ان هي كلها مستخلصه من اعشاب ونباتات وفواكه فقابله للتحلل، تمام. يعني انا ممكن لو حطيتها مثلا شهر 2 أو 2 أو 3 في دولاب، وطبعا الجو فيه رطوبه عاليه مع الحراره كده هيبوظ. هتلاقي مثلا فاونديشن فصل بقى زيت شويه بقى ميه شويه. فالاحسن طبعا ان انا اتعامل مع الشركه. الشركه طبعا عندها بتخزن بطريقه معينه لان المنتجات بتاعتنا قابله للتحلل. فاعمل عضويه، اشتري حاجتي الشخصيه، لان في ناس فاكره ان انا لما اعمل عضويه يبقى مطالب مني ان انا اشتغل. لا، مش مطالب منك تشتغلي، انت حابه تستغلي الموضوع كبزنس مفيش اي مشكله. انت بتجيبي حاجات شخصيه ليكي ولاصحابك وبيبقى ليكي كوميشن حلو على ده. طيب انا عايزه اشتري حاجات شخصيه، اتعامل مع الشركه مباشر، اضمن ان المنتج اوريجينال متخزن بطريقه صح، يجي لي ما يكونش فيه غلطه، لا مكسور ولا بايظ ولا في اي حاجه. ولو في حاجه غلطه ممكن ارجع للشركه بالفاتوره.
تمام. في فاتورة بتخدم الفاتورة. لكن الناس طبعا اللي بيبيعوا اسعار يعني رخيصة قوي، يعني ما تجيش ثمن العبوة نفسها. تمام. لا وعايزينها تبقى ايه بقى، هي بالظبط هي نفس المنتج. تمام. فلا انت مش هتعرفي ترجعي لو جبتي منتج بره الشركة وبايظ مثلا، فاسد او اتكسر في الشحن او مش هتعرفي ترجعي للشركة. الشركة تقول لك وانا مالي، فين الفاتورة بتاعتك؟ يعني عايز يتواصل معاكي ازاي يتواصل؟ هو طبعا في تليفون، في نازل على الشاشه واسمه طبعا ايه، فيسبوك. يعني انا ليا فيسبوك وليا صفحه كمان بعمل عليها اعلانات مموله، بيج وليا كمان انستجرام. يعني بشتغل اونلاين، فطبيعي لازم يعني استخدم كل وسائل السوشيال ميديا. ساره تحبي ايه للساده، تقولي ايه للساده المشاهدين قبل ما ننهي حلقتنا؟ هي الحلقه خلصت كده بسرعه. شفتي السرعه؟ شفتي. ما حدش يضحك عليكم، اتعاملوا مع الشركه مباشر. حابه تعملي بيزنس من البيت، اوريفليم احسن حاجه، يا اوريفليم شركه تحقيق الاحلام. يعني في كلام كتير بس قولي. طيب قولي حبيبتي، قولي ما تبنيش يعني ما تبنيش مثلا ان انت عايز تشتركي في اوريفليم بناء على تجربه اختك او صاحبتك. كل واحد بيبقى له تجربته الشخصيه. أكيد. يعني اكيد مش انت وصاحبتك كنتوا بتخشوا نفس الماده وتجيبوا نفس الدرجه. تمام. عايزه تاخدي تجربه مثلا في اوريفليم، اسالي الناجح فيها، ما تساليش الفاشل فيها او اللي فشل فيها. تمام. تمام. ممكن اللي فشل ده يكون مثلا كان مع دايركتور مش متابعاه، محدش فهمه، محدش علمه. تمام تمام. فلازم تختاري الحد اللي هيساعدك في الموضوع. طبعا انت نورتينا وشرفتينا والله. الحلقه عدت هوا، واحنا كنا نفسنا نقعد مع حضرتك اكتر من كده. ان شاء الله ان شاء الله يبقى في لقاءات ثانيه. ان شاء الله ان شاء الله. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة.